مشروع استرجاع النفايات الكرتونية والورقية بالجلفة أحد المشاريع التي تصارع من أجل البقاء لتأمين ثروة تقدر بالملايير، لكن بالمقابل باتت تشكل خطرا بيئيا بكل المقاييس. يدخل المشروع النموذجي لاسترجاع النفايات الجلفة في إطار تفعيل البرنامج الوطني الحكومي للتسيير المدمج أو المتكامل للنفايات الحضرية. حبينا الجماعات المحلية تكتسب نوعا ما من الاحترافية وتعرف باللي هذه النفايات نتاعها مدرة للثروة وتقدر حتى تخلق بها مناصب عمل، لأنه لما نسترجع واحد من النفايات الورقية مثلا المرحلة الأولى في المشروع نتاعنا هو النفايات الورقية والكرتونية، نحافظوا على الماء ونزيدوا عندنا مداخيل، يعني البلدية رايحة تستحدث مداخيل إضافية. لازم البلدية والجماعات المحلية والمجتمع يفهم باللي النفايات هي قيمة مضافة في الاقتصاد المحلي. مثلا عندنا التجار بإمكانيات نتاعهم يجيبونا في الورق والكرتون على مستوى الورشة، المواطنين بإمكانيات بسيطة جدا. ليلى بوهالي مهندسة في المجال أمنت ثروة من خلال استرجاع نفايات الكرتونية والورقية. المشروع نموذجي بالمنطقة الصناعية بالجلفة، وإن كان بإمكانيات جد بسيطة فهو يساهم بشكل كبير في جمع مادة خام وتقلص من خروج العملة الصعبة. اللي رحنا ليهم فهمتني وقلنا المودي ما كرتون ما تجيش تلوحوا روعة قاعدة من النهار ذاك رانا ليومنا ساعة وكتعود قاع ما كانش نقول ندوه احنا ندوه الكرتون كنا ما عندناش وين نديروه، كان عندنا مشكل فيه كبير، وكان في الفوليوم تاع الكرتون كان يفسد لنا الحي كان كذا. والحمد لله بعد ما جاوا عيطوا لنا هذا المشروع تاع لي منطقه صناعيه مع المدير ربي يحفظه ان شاء الله عملونا زين. دي فون نبعثوا السائق تاع الشاحنه برك يهبطوا لهم شغل معاونين متعاونين مع بعضنا، الحمد لله نحلنا هذا المشكل. وبفضل هذا المشروع غرست ثقافة جمع الكرتون وتنظيمه لدى الكثير من التجار في الجلفة. بعد تواصل مسؤولي المشروع معهم بشكل يومي استطاعت أن تنمي فيهم سلوك جمع الكرتون والورق، وكذلك التجار هنا استحسنوا هذا المشروع لأن مخلفات الكرتون كانت تشكل لهم هاجسا كبيرا.